تقدمت للتو بأوراق ترشحي ممثلاً على الدائرة الرابعة لانتخابات 2024، وهذه ثالث مرة ألتقي فيكم خلال سنة ونص. بينما لو كانت الحكومة تعي المضامين الدستورية وتحترم الإرادة الحقيقية للناخبين لكان ممكن يكون هذا اللقاء بعد ما يعني يقارب 12 عام. هو الهدف أن الناس داخلها تكفر بدولة الدستور، واللي صارت فيها اختام جناسيكم أكثر من اختام جوازاتكم. وأنا تابعت بعض أفكار المرشحين وبرامجهم، والكل يتكلم عن خطط إصلاحية أو خارطة تشريع أو برامج ومشاريع تشريعية، وهم يدرون أن الحل تم بسبب كلمة قالها عضو في البرلمان وصارت انتخاباتنا في العشر الأواخر من رمضان. وهم يعلمون لو أن أحد ما رفع إيده في موضوع ولاية العهد في البرلمان القادم ممكن انتخاباتنا تكون في يوم عرفة، على الرغم من العضو يمارس حقه وسلطاته داخل البرلمان. احنا الآن الإشكالية أن الناس تعي بأن هناك تغلغل لمفهوم دولة المشيخة. واحدة أدوات هذه الدولة الآن ممارسات وزير الداخلية اللي قاعد يشعل بنفسه سياسيا وعسكريا، وأنا أضمن أنه لم يقرأ أصلا نظامين الدستور ولا مواد الدستور. ما ينقال لها الكويت ولا كبس سياراتكم ولا أوقف خدماتكم ولا أمنع تجمهر سلمي اعتاد عليه الناس منذ أكثر من عقد من الزمن نصرة لهالغزة، وللأسف أتى بفكرة الآن ما تطري لا على بال الجاهل ولا على بال إبليس. أحرم ضباط من تخرجهم قبل التخرج بيومين، واللي بعضهم فصل ملابس التخرج بل ارتداها ودعا أهله إلى يوم التخرج. فكرة دولة المشيخة وتجحيش الناس بالسوق، هذه الدولة وأدها دستور عبد الله السالم، وعلم الناس شنو سبب إحالتك التقاعد. هذا الفكر الموجود عندكم ما يمشي مع أهل الكويت. يحكمهم دستور وعقد اجتماعي واتفاق، مو على كيف كل وزير اليوم يأتي ويريد هدم هذه المضامين الدستورية. وأيضا دولة المشيخة تحاول أن تصدر لنا الأشكال القديمة الحديثة بأبديت جديد، وآخرها أجلكم الله جايكم هنا الحشاش يعلم القيم الإعلامية. يا أهل الصحافة الحرة والإعلاميين اللي كلهم كل تقدير واحترام، ونفس الأدوات المنبوذ بترزيين القانون اللي معاه بالحشاش بحرامي الأسطوح، وين تبون نطبق المضامين الدستورية والمفاهيم الدستورية في ظل دولة المساواة وهذه الأدوات تعبث في الدولة؟ واللي يريد أن نتأكد أن هناك دولة مشيخة، مثال صغير من بين العديد من الأمثلة، واحدة من بناتهم لأنها أرادت أن تصبح وكيلة وزارة صارت وكيلة وزارة للشباب، وبعدين هدت الوكالة وراحت تتفرغ لإنتاج الأفلام. فجأة ولا هي ممثلة دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، مطبخ السياسة العالمي. هي قد تكون كفاءة، إذا هي كفاءة وأنت شايفنا كفاءة خلها وزيرة شباب، ليش توديها أمريكا؟ وين الجيش الجرار العرمرم من سفرائنا وخبراتنا الدبلوماسية؟ هذا الفرق بين دولة القانون والمساواة
وتعادل الفرص والكفاءات مع دولة المشيخة. واللي يقول لك إنه والله لا عندنا دولة قانون، في شيوخ الآن موجودين بالسجن، ترى لولا صراع العروش اللي بينهم والله ما ينكشفون، ولولا البلاغات اللي في ماليزيا وأمريكا ما حد يدري عنهم، وعادي اليوم واحد متفطر عند أهله. لذلك هذا الفكر لا يستقيم مع المضامين الدستورية. احنا ما نستطيع ان نطالب بمشاريع إصلاحية وهذا الفكر يتغلغل ويسيطر على مفاصل الدولة. وعليه لأننا نخشى من دولة المشيخة، ولأن نعلم أن دولة المشيخة سوء. دولة المشيخة ترى احنا مو ضد الشيوخ، في دولة القانون ينعم الشيخ والمواطن بكامل الكرامة والحرية والمساواة، بينما في دولة المشيخة لا كرامة ولا دستور يعيشون. ولأن دولة المشيخة سوء، وأنا أرى بأن القادم أسوأ، لذلك كان شعار لأن القادم أسوأ، وسنتصدى لهذه الدولة بمفاهيمها الحديثة، بدءا تعرفونها من 38 وتعذيبها الكويت وضربهم، وصولا للتزوير 67 وحل برلمان وتعليق دستور 76 و86 وأزمة المناخ والمديونات الصعبة، وبدء من 2008 بتعطيل الدستور من مضامينه. هذا المنهج لا يستقيم معه أي مضامين دستورية، وعليه سنكون إن شاء الله جزء من المنظومة الإصلاحية التي ستتصدى لهذا المنهج. أخوكم فواز الجدلي، يعطيكم العافية.